رمضان كريم عليكم مشاهدين الكرام، كل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتنا لهذا اليوم فنان نعرف بالعديد من الشخصيات اللي يمثلها، لكن احنا بالحقيقة قلنا له اسم البرنامج بين الصدفة والصدفة، وما قلنا له على الاسم الحقيقي اللي هو على البارد، لأن بطبيعته ما يحب المقالب. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الفنان يعني أنا تقريباً بال84 صعد مسرح سنة 1984 صعدت مسرح المنصور. نعم. مع فرقة أشتار البالية، وكان لي دور في هذه الفرقة، وبدت حياتي ومسيرتي الفنية من سنة 1984. نعم. أقرب الأعمال إلى قلبك؟ كثيرة يعني كل الأعمال اللي أشتغلها هي قريبة إلى قلبي، ولكن نعم. هناك بعض الأعمال التلفزيونية أو المسرحية، فمثلاً عندي بالأعمال التلفزيونية عندي بيت الطين، عندي وكر الذيب، عندي حواسم، يعني الأعمال المسرحية هناك أعمال كثيرة، منها يعني عرس الدم للأستاذ كاظم النصار، ومسرحية الدمان للمخرج المبدع أحمد حسن موسى، وكثير من المبدعين بالوسط الفني والثقافي. جربت الكوميديا؟ آه كثير كثير من ونجحت بها مسرح وتلفزيون الحمد لله. نعم. يعني الحمد لله الناس اللي هي قالت رأيها بي بشكل ممتاز، يعني الحمد لله وشكر انه حققت اشياء ممتازة على مستوى الكوميديا وعلى مستوى التراجيديا. نعم. اقرب مشهد كوميدي الى قلبك تحس به ضياء الدين سامي؟ يعني انا هناك شخصية مركبة اشتغلت بيها بمسلسل الحواسم. نعم. فكان هناك مشهد يعني كثير من المشاهد اللي أنا تطرقت للكوميديا باعتبار أنه شخصية مركبة تحمل من الكوميديا جانب، وتحمل من التراجيديا جانب آخر. نعم. وتحمل من الأكشن جانب آخر، فكانت هناك شخصية مركبة أعتقد أنه عرفت شلون أديرها بشكل ممتاز. نعم. نعم. أستاذ علي دشر. نعم. جمعك عمل فني ويا الأستاذ ضياء الدين؟ للأسف بس عمل واحد جمعني به اللي كان من أخراجه. نعم. مسرحية رفريش. نعم. اللي عرضت قبل فترة على المسرح الوطني. نعم. هذا العمل الوحيد اللي جمعني به. نعم. كنت وياه اكسسوارات ومساعد مخرج تقريبا، يعني اشتغلت كان فيه كان ذراع اليمين في هذه المسرحية. الرفرش الرفش السلحفات البطيئة، الرفش اسم المسرحية رفرش، تقدرين تقولين هالشكل يعني. اوكي. مشاهدينا الكرام، خلونا ايضا ننتقل لأشهر يوتيوبرية بالعراق. تقدر تحكي لنا شوي على قناتك استاذ كرار؟ بالبدايه قناتي على اليوتيوب محتوى ترفيهي ومحتوى كوميدي. نعم. وعندي افلام قصيره، وعندي اللي يسمونها فلوكات، يعني هذه مال الاحداث والسفر. نعم. يعني اوثقها واصورها وانزلها بالقناه، واهم شيء ترفيه تعتبر، والحمد لله والشكر فيديوهات ترفيهيه وفيديوهات حبتها الناس، وحققت قناتي لحد الآن 6 مليون متابع و2 مليار مشاهد للمجموع الكلي، والحمد لله وشكر تعليقات إيجابية وبس الحمد لله. نعم. تقدر أستاذ أسر تحكي شوي على قناتك باليوتيوب؟ طبعا أول شيء أشكرك وأشكر قناة طلع على هاي الدعوة الجميلة. طبعا قناتي باليوتيوب آخر قناة سويتها نحكي بالأخير يعني آخر الأعمال. نعم. قبل تقريبا 3 شهور وصلت نصف مليون مشترك، مشاهدة 40 مليون الحمد لله والشكر. احنا نقدم الكوميديا الهادفه اللي نرسم البسمه ونواء الناس بيها، وافضل يعني من الازمان البقيه احنا جيل المستقبل مثل ما تفضلتي، واكيد نتواصل ويا الجمهور كل اسبوع مو فقط يعني بالسنه مره او مرتين. لو كان اكو تعاون مشترك ما بينك وبين الشباب راح تواكبهم بهذا الشيء؟ انا تعاونت مع الشباب في عملي السابق بهذا المسرحيه اللي اسمها رفش، مثل ما انت قلتي هي اسمها رفرش حبيبتي، يعني اسمها رفرش. نعم. يعني اعاده النقاء، يعني الرفرش اكو حتى مصطلح بالحاسبه اسمها رفرش، يعني تعيد نظاره. نعم. الشاشه، فرفرش هي اعاده النظاره او اعاده النقاء، مو رفش يعني سلحفات مثل ما قلت يعني. نعم. دا اصلح لك على مود لا تخطئين، خفت يعني تستضيفين فنانين وممكن انه تنحرجين، يعني انا ما اريد احرجك، بس العمل اسمه رفرش. نعم. فكان انا تعاملي مع الشباب وتعاملت مع الشباب كلهم كانوا اول مره يصعدون المسرح، قسم من عندهم كان عندهم تجارب بسيطه، وهنا اتعمدت اقول له كلمه رفش حتى نستفزه اكثر ونزيد من عصبيته شويه، وبما انه احنا فاصل معناها بدت الجوله الثانيه.
صراحه هي وايد عشان يلا يلا رجع رجلك يلا رجع رجلك ممدد انا شنو شنو ممدد ببيتكم انت رجع رجلك شنو يلا رجع حبيبي رجع شنو التصرفات هذه رجع رجع رجلك في التلفزيون احنا يلا عم نكمل حلقه يعني عندنا شغل وورانا سفر يعني لازم نطلع اليوم انا اعرف بك انت كثير السفر فيلا مشاهدينا خلينا نرجع وين سفرتك استاذ عندي سفر يعني انا ما قاعد بس هسه جيت لان الاستاذ عمار خابرني جيت ضروري وبس اكمل الحلقه واطلع يعني يعني مأخرك شنو مثلا ما اعرف انا بس اريد اكمل الحلقه يعني تمام استاذ تمام اني معروف هو كيوتيوبر يعني هو كثير السفر لانه اكثر شغله مو هنا اهلا وسهلا ناخذك وياه ان شاء الله خديها اوكي نرجع من الفاصل نقول المشاهد قبل الفاصل ولا بعد الفاصل قبل الفاصل ولا بعد الفاصل خلينا نتفق قبل الفاصل افضل حتى مو الفاصل ويظل يسوي لنا هذا غلط وهذا صح فنتفق من الساعه احسن يلا أوكي. افضل اوكي صار نتفق على عمل استاذ ضياء يعني اسمعهم ما فهمت شنو اللي تريد يعني انه نجيبك ويانا تشتغل مشهد يجيبك وياهم بمشهد بمشهد ساد مو هيك بس تعال نظام البرنامج يعني مثل ما فهموني هم اذا تحب مشاهد شعريه او مشاهد تمثيليه يعني انا ادخل وياكم بالمشهد اي نعم تدخل ممثل نظام البرنامج مثل ما فهموني بعد ما ادري ست بيسان قالت انه الجيل القديم يساعدكم اكيد طيب. فانت اذا تريد هاي المساعده نعطيك احنا المشاهد اللي كاتبيها وساعدنا بها استمع اي ما بيها شيء شكرا ما بيها شيء سالفه اول مشهد المشهد مال النفاخه اي سالفه هي أنا عندي أنا التصوير بس أخلص أرجع لك ما فيك يعني فاصل مو مشكلة يعني 10 دقائق وأخلص حبيبي بالتصوير أوكي حبيبي باي 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 سوري آسف لا لا عادي استاذ لأنه إحنا قلنا شو اسمه فاصل صح؟ إي إي فاصل عادي عادي مو معنا استاذ المهم سؤالتك الفكرة يلا أوكي الفكرة هي إحنا قاعدين نقدر نقول فات حفلة أو عيد ميلاد تمام ويمنا معلقه فد مجموعه من النفاخات هو اصلا ما معزوم يعني من ضمن الفكره لا هو بالمشهد اي بالمشهد بس ما معزوم بالحفله اي فانت بيدك 60 زين اوكي واحنا واقفين والنفاخات قبالنا فانت تجي تركض من يم الباب تركض لحد ما توصل من النفاخات احنا نتفاجئ عبالنا يعني راح تضرب واحده ب 60 راح تفلشه زين فبعدين انت تجي تركض وتضرب النفاخ نوقف كلنا راح نقول لك ليش هاي ليش سويت هيك؟ تقول احنا بزمننا ماكو نفاخ مو بس هاي ويقول يعني انتوا طقيتوا ووصلتوا انا بدي اطق واوصل مثلك هاي على طقه النفاخ هاي انا اللي اقولها اي نعم هو بالمشهد استاذ بالمشهد اي نعم زين هي هاي الكوميديا اللي اذا تشتغل استاذ هاي الكوميديا السوداء هاي الفكره يعني هي تنطرح عليها هي بيها تكمله اي التكمله مالتها بس صوت عوف التليفون إيه؟ إذن كملوا بعد لكم مشاهد نتفق عليها ونرجع للجو أوكي مشهد ثاني مشهد الصوندة طشت يلا أي مشهد شباب المشهد الثاني أخذوك وياهم بالمشاهد إيه ده أفهم ده أفهم قصدك المشهد الثاني بس خلي نسمع رجاء لظل المشهد الثاني كرار أنا أسهل بالتصوير لا لا صراحة نتفق حتى لا تقول لي أوكي سولف إنه ورا الاستراحة نتفق عليها بالجو حتى أوكي. نكمل ارجع من الفاصل نحكي المشاهد ونختم اوكي حبيبي اوكي المشهد اللي بعده كرار طابق بالسياره زين فانا اتصل عليه ميرد اتصل عليه ميرد التليفون وين هو عايفه بالكيشن الخلفي خله صامت فاجي انا افوت من يم السياره انت محلك يصير قبال السياره مال كرار زين فافوت قريب على كرار كرار مدنق من السياره ما تجيني عصا اعطس انت تقول لي يرحمكم الله هذا المشهد تبعد عليك واعبر ويا ما اعبر تظل تباوع علي ها ابو المحل قصدك؟ اي هو ابو المحل ابو المحل اي ويا بعد امشي خطوه تجيب لي مي اشرب المي وتقول لي هنا مري هاي اهم اللقطه مالتك وراها صير ما طشت ان شاء الله هاي اذا شفتك قوي بيه اعطيك ما طشت ما طشت؟ ما طشت ما طشت اذا شفتك ذني قوي بيه اعطيك ما طشت ما طشت مشهد ما طشت حلو ماخذ كومباس؟ حلو حلو لا لا دقيق خلي سوالف احنا نناقش تفضل اي حبيبي بالله مشهد الطشت من الممكن يكون هذا طريقه كلام نجوميه اكيد الطشت شنو احنا بعد بعد المخرج والممثل ازهر يعني اذا ما شايف استاذ نطققك احنا مالك علاقه اجور نطيق يعني على كل 10 ثواني 200 استاذ انا طلعت وياهم بمشهد ذكرتوني بالمشهد اللي سويناه مشهد بسط الخبز طلعت وياهم في مشهد واحد حقق يمكن جيت كم مليون فيوز 50 مليون؟ 50 اي بس اطلع من ورا السياج انطيهم الخبزه وارجع. الله يسعدك. انت استاذ رياضه هاي قاعده يمت النور عادي هم توصل 50 مليون هم تشتهر.
يعني هي من تاخذ الخبزه انت قاعد هسه يا مشهد نتفق عليه حسام حتى بالجو نتفق عليه. انا اسفي على شنو؟ اسفك على الكوميديا والفن. لا لا اسفي على الناس اللي درست وتعبت هاي السنين كلها والاكاديميه اللي درسوها والسنوات اللي تعبوها وطلعوا وتخرجوا ويا دوب قاموا يفكرون او عندهم تجارب بسيطه ويا دوب قاموا يفكرون انه يشتغلون لهم عمل يطلعون ويحققون ذاتهم. زين استاذ انت مثل ما تفضلت كادر ولا استاذ انت كشخص رائد بالفن شهاده وهسمو لا لا اغلبيه عادل امام خريج كليه الزراعه هو الفنان الاول العربي اكاديميين. استاذ ضياء انت عندك باع طويل بالفن اكيد مشوارك مو شويه انت المفروض تدعم الطاقات الشبابيه. أنا ما أعلش بس مو بهاي الأفكار له أما أعطيك الصوندة خلينا نطينا أفكار أعطيك ما الصوندة شو الصوندة شنو؟ ما الصوندة الطش بيه طشة الطق أسمع من عندهم أستاذ ما الصوندة غير الطق بيه لا لا هذا الموضوع خرافي هذا يعني راح توصل للنجومية يعني زين ممكن نكمل يعني هسه اعتقد الفاصل استاذ مو احنا اساس برنامجنا على المشاهد حتى تقومون تادوها هنا لا انا اعتذر مو مال اشارك وياهم بهيجي مقاطع استاذ يعني انت ما تدعم الطاقات الشبابيه لا ادعمهم بس مو بهيجي افكار بابا زين ادري هاي الفكره بس تقوم توقف وياي شنو اعتقد بالمرجع الفاصل بس قوم هنا هنا اي تفضل استاذ شنو الفكره قولها على موضوع اوقف لي لا لا ما اوقف لك حبيبي قول تفضل ما يخالف تواضع لي اني مثل اخوك الصغير اشرحوا لي اياه واذا عجبته نرجع للفاصل نقدمها يعني انت من باب التكبر ما تقوم توقف لي يعني لا ابني اشرح لي الموقف اشرح لي الموقف على مود ظهرك يوجعك بس قوم وقف لي هنا قوم وقف هسه اشرح لي انا ما اريدك ما اريدك المشي هذا هو يلا نرجع نكمل اشرحها ازهر اشرحها ما اريدك المشي لا ست مو لازم يعني لازم نكمل حلقه لا استاذ كرار تفضل انت اشرح المشهد اشرح المشهد مو هو ما يقبل لازم يوقف ما اريد اكرر ما اريد خلي يسمع جوزي عجبه بعد ما يعجبه يقوم يتفضل ما اريد اكمل حبيبه ما اريد اكمل خليه لا مو ما اريدك بالمشهد اصلا يعني انت اصلا دوره هو 10 ثواني وهم 10 ثواني دلغي يعني اذا اوكي استاذ انت انطيهم مشهد شنو ما تريده ترى استاذ ضياء خريج اكاديمي لا ما يصير احكي عليك ما اقول هذا احكي عليك شنو قوي بس قاعد تنسي هذا الشغل كله بيد المخرج الكبير ازهر ماهر اكيد استاذ اكيد اي حبيبي بالتوفيق انا اتمنى لك الموفقيه حبيبي اتمنى لك النجوميه بس مو بهاي الطريقه مالتك بابا انت ايش عندك صار ساعه تجي براسك عندك والله شو اسمك خليك تكتب باليوتيوب اي والله صدق شو اسمك مو يوتيوبر يعني حتى ما عندي مشاهدات لا لا استاذ يعني عندك اعمال نازله باليوتيوب اي عندي اعمال بس ما بين مشاهدات مثل ما مشاهداتكم يعني ما عندي مشاهدات يا دوب تودي لي كراده يجوز 5000 6000 ليش استاذ ليش ما بيها مشاهدات بدون تجاوز بابا ما اتجاوز عليك انا شو نسالك ما اريدك بالمشهد ما اريدك انا اللي شرف اللي شرف وهنا كلش ضاج ووصلت حدها وصار كلش عصبي وراد بس يكمل الحلقه عن مود يطلع ويعوفنا ويروح لكن انا قلت له راح نرجع للجو حتى يستقر شوي ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر الله هر هر هو يقول هر 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 استاذ هاي الهر هر مو بالشعر بس صدى هاي صدى تقول هر 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 تكملها وياي تعرف تقولها بس انا اقول من اقول ازهر لا خلي يكمل القصيده شو استاذ معقوله كلمه هر 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 صعب عليك لا ما لا استاذ قولها وياي لا حبيبي كمل شعر مالك مو لازم صدى لا حبيبي استاذ هذا يسموه الايكو يعني انت دارس المفروض تعرف خلي اكمل لك عقبه شوف عايش اللحظه عقبه خلي اكمل لك احترم نفسك انت قاعد يمنا احنا راح نطققك بهاي الحلقه راح نطققك احنا استاذ ليش ما تخليني اكمل شعر استاذ كرار كمل كمل عجبك وسط البدايه يعني البدايه موفقه ما شاء الله ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر الله تقصد ازهر المخرج والفنان والممثل واليوتيوبر هو خلي يقول هر 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 اي كمل كمل استاذ قول هر لا لا كمل كمل مو لازم تقولها شنو السالفه يلا هر هر اي استاذ مو حلو صدق كذا رجال كبير تقول هر هر شنو ما تستحوا شنو رجال كبير كمل الشعر استاذ كمل الشعر اوكي اي ما دام بدا يتفاعل وياك المهم ايش قد ما تباوع على الزهر يطلع لك ازهر هر 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 وبعد ماكو سمك يزهر لان اكو ازهر ازهر هر هر هر, 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 هر استاذ هذا الشعر كتبته من خلال قناتكم استاذ ولا اقاطعك يعني جنا اعتذر بس تقدر تسمعنا شعر الفرفوري والزوري والبوري لا لا خليني اسمعاني هذا كتبته مناشده خليني اجاوبك تمام شعر يقول او خلي ارتجل تفضل عبد الارتجال الشعر يقول دائما انتبه على روحك لان ما حد يفيدك وانتبه من الديج لين يقرك بايدك
الله انتبه الله انتبه اسهل جاوبه بس بشعر بعد لا تقول الاخ لما تشغل الطباخ الله حلو احتمال ياثر على السقف وهسه مشتغل اللباخ الله, الله. يفيدك هذا دور اللباخ جاوبه على شعرك اللي كتبته بغابات الامازون احترم الضيف المقابلك وبدون تجاوز ما صار اي تجاوز ما صار اي تجاوز لا اشتغل لباخ استاذ ضياء مخرج وفنان ما على عيني وعلى راسي بس ما صار تجاوز شوف تشوفين الضحك والاستهتار شنو قاعد اشتغل لباخ وهنا ما اخفيكم سر اعزائي المشاهدين استاذ ضياء ما يحب يسوي مشاكل وما يحب يكون عصبي خصوصا قدام الجمهور والكاميرا لكن انا قلت له خلينا نروح فاصل حتى نشوف راح يبقى على هذا هدوءه لو راح يتعصب يعني انت يعني متربي صح اكيد هذه أخلاق ما الواحد متربي صح لا متربي صح وأني راح أستخدم نفس طريقتك بالضبط تدري شلون راح أتعامل وياك شو سوي والله العظيم شو سوي نفس طريقتك بالضبط راح أكون حتى على مود على مود أكون أني مستواك بس اختصر لي أظل تقدم لي مقبلات تعرف تعرف يعني طريقتك شلون المفروض واحد يتعامل وياك اختصر شو يتعامل وياك استاذ استريح بمكانك استريح بمكانك تديت كل شيء خليه هنا قاعد استاذ كلهم متامرين عليك على هذا المقلب وانا وياهم كنت متامر اخذ والمقدمه متامره عليك استاذ عمار كلهم متفق عليك احنا نعتذر من عندك احنا نعتذر من عندك لكن هو هذا كان مقلب على البارد من قناه الطليعه حبينا نرسم الابتسامه على وجوه مشاهدينا ماي الاستاذ هو استاذ ضياء من الناس الباردين كلش ما اعرف ليش هيك صار ريلاكس استاذ راح تنكتل كيف راح تجي الكبخه باليسرى هذا جاتنا تكرم الحلال وجايب وجهي استاذ علي استاذ علي يمكن طلعني الديكور كله والله يضربنا ايش قلت لي استاذ كلمه اخيره نختم بها حلقتنا متفق وياهم طبعا بس هذا ترجع بيها تطلع انا هذا لك يلا استاذ كلمه اخيره نختم حلقتنا شكرا لكم وشكرا لقناه الطليعه على هالمقلب هذا اللي ما راح انساه ابدا واني لكم قناه الطليعه اتمنى لكم الموفقيه وكل عام وانتم بخير ويا ربي نلتقي بعمار قادم ان شاء الله أعزائي المشاهدين وبختام حلقتنا نعتذر من أستاذ ضياء لأن صعدنا له الضغط لكن هدفنا الأساسي هو أنه نرسم الابتسامة على وجوه مشاهدينا الكرام مشاهدينا خلصت حلقتنا ويا أستاذ ضياء لكن مقالبنا مستمرة خليني أشوف شوية من حلقة باكر كرار أكو يمك صوبة لا دافع أنا أصلا عبالي حمية عبالي صوبة يمك وحمية لهنا وتلزم حدك أستاذ أزهر وتلزم حدك وأنت صار لك ساعة تلغي أزهر عندك كرامة